اليوم من ينتسب إلى سنة رسول الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم براء منه، وينتسب إلى جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بريئون من صنعه، يسمون أنفسهم الداعشية أو نحوها، ماذا يعتقدون؟ تألوا على الله وابتلوا بداء التجسيم، واعتقدوا بأن الله يخرج أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي من النار إلى الجنة، لذلك تساوى في موازينهم كل شيء، فاستباحوا دماء المسلمين بلا إله إلا الله وبتألي على الله، لأن مصيرهم الجنة ومثوبتهم الجنة، فمهما صنعوا ما صنعوا فإن مصيرهم إلى الجنة، تألي على الله. فهذا الداء حينما يستحكم في النفوس تتأثر به الجوارح، فلا ينفكون من قتل المسلمين واستباحة أموال المسلمين ونهب خيراتهم وهتك أعراضهم. هذه كل هذه الأشياء الثلاثة محرمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك كانت عقيدة أهل الحق والاستقامة هي العقيدة الصافية النقية، هي التي ينشدها العالم الإسلامي والعالم بأسره وأجمعه. جاءت باحثة وأمضت أكثر من 9 سنين تبحث عن أصح من تمسك بأهداب هذا الدين وسار على منهج خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقرأت في كل من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت بعد تمحيص ونقد إلى أن أهل الحق والاستقامة هم الذين تمسكوا بأهداب هذا الدين، وأن نسبهم موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقطع من دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى يومنا هذا، تمسكوا على العقيدة الناصعة، يدعون إلى حفظ الأموال والدماء والأعراض، يحفظون الدماء فلا يقتلون نفسا بغير حق، ولا يتخوضون في أموال الناس ويتوغلون فيها، لأنهم يردون الخيط والمخيط ويتحذرون من الغلول، ولا يهتكون أعراض المسلمين ولا يبددون خيرات المسلمين، إنما يسعون برسالة سامقة واضحة ناصعة معتمدة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.